مين إرهابي أنا إرهابي كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي مين إرهابي أنت إرهابي مكلني وأنا عايش ببلادي قتلني زي ما قتلت إجدادي أجل القانون عن فاضي ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بادي حلمك انقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر أخطرية ديمقراطية والله إنكم ناسية من كتر ما اغتصبتوا النفس العربية هبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية وهنا ديتنا إرهابية يعني ضربني وبكيت سبعتني واشتكيت لما ذكرتك انك بديت نطيت وحكيت ما انتو بتخلي ولاد صغار يرموا حجار مالهمش أهل يدبوهم بالدار ايش كنو نسيت انو استحق ضب الأهل تحت الأشجار وقلع لما وجع الفار بتناديني إرهابي مين إرهابي أنا إرهابي كيف إرهابي وأنا عايش في بلادي مين إرهابي أنت إرهابي ماكلني وأنا عايش في بلادي ليش إرهابي عشان دمي مش هادي حامي عشان رافع راسي وأرض بلادي قتلوا حبايبي أنا لحالي أهلي تشردوا راح أضلي أنادي أنا مش ضد السلام السلام ضدي علي بده يقضي تراثي بده يمحي واللي بيحكي كلمة بشد ورا همة بيكون زلمة تعملوا منه رمة ومين انتو لسه امتى خبرتو اطلوا قديش قتلتو قديش قدمتو امياتنا بيبكوا ابياتنا بيشكوا اراضينا بيخطفوا انا بقولكم مين انتو انتو خبرتو بدلع احنا كبرنا فقر مين كبر في وسع ومين كبر في جحر صار فدائي عملتو منه اجرامي وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش ببلادي انت ببطل ارهابي لما تضربني كف واعطيك خدي تاني كيف تتوقع مني اشكر الاتاني تعرف ايش انت قولي كيف دكياني راكع ركبي وايدي مربطات عيون بالارض وجثث مزتتات بيوت مهدومة عائلات مشردات اطفال يتيمة حرية بكلبشات انت امر انت اردن احنا بنقبر ما علينا بنصبر وجعنا بنصدر اهم اشي انك تحس بامان اتريح وسيب لنا الالام ما هو دمنا دم كلاب حتى لا لما الكلب يموت في الرفق بالحيوان يعني دمنا ارخص من دم الكلاب لا دمي غالي راح ادافع حالي لو تناديني ارهابي مين ارهابي انت ارهابي